أثناء تزاوج الثعلب أو أبو الحسين، جميع من الناس تسمع أبو الحسين، وهو أبو الحسين هو الثعلب، وده أثناء التزاوج بتاعته. عاوزين نشوف هو يا ترى إيه اللي هيحصل في أثناء التزاوج، هل هيهجموا على بعض ولا لأ؟ كمل الفيديو لغاية الآخر وما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم كبرى على اليوتيوب. أتمنى الفيديو يعجبكم وتنشروا الفيديو على أوسع نطاق. تحياتي لكم إلى عالمي إبراهيم كبرى. تحياتي لكم من داخل مملكة إبراهيم كوبرا. لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم كوبرا. أتمنى كل متابعيني وكل حبايبي وكل أصدقائي ما ينسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل ما هو جديد. كثير من الناس تعرف أبو الحسين. أبو الحسين هو الثعلب المصري، بيعيش في الصعيد وبيعيش في الأماكن الزراعية وبيعيش في الأماكن الصحراوية زي مرسى مطروح، زي الحمام في العلمين، زي الغردقة، زي شرم الشيخ، في الأماكن الصحراوية دي. كده أثناء التزاوج وكده بدأ خلاص اللي هما خلاص حصل انتصار على الأنثى من الذكر، وكده عملية التزاوج تمت بنجاح. ودي كانت طريقة تزاوج الثعلب أو أبو الحسين. وأتمنى إن الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم كبرى على اليوتيوب، ولينا بيدج على الفيسبوك وهي مملكة إبراهيم كبرى برضو على الفيسبوك، وعلى التيك توك مملكة إبراهيم كبرى. أتمنى تدعموني وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم كبرى على جميع التواصل الاجتماعي. وكده خلاص حصل التزاوج، وكده خلاص الذكر هيبتدي اللي هو يسيب الأنثى والأنثى تسيب الذكر، وكل واحد يشوف تاني حياته الطبيعية ومفيش أي مشكلة. وأتمنى إن الفيديو يعجبكم وتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم كوبرا. بحبكم وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك وتنشروا الفيديو، وأتمنى تخلوا صحابكم وحبايبكم يشتركوا عندي في القناة عشان المعلومة توصل لكل الناس اللي أنا بحبها. وشكرا ليكم وتحياتي لكم من داخل مملكة إبراهيم كوبرا. مستني دعمكم الجميل واشتراككم في القناة.